مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس اليوم التناسبية والدالة الخطية. أترككم مع هذه البطاقة التقنية. إذا بالنسبة للمكتسبات القبلية، إذا هنالك العمليات على الأعداد الجذرية، جدول يمثل وضعية تناسبية مع علامة نقطة في المستوى. بعد انتهاء هذا الدرس أعزائي ستكونون قادرين بإذن الله على ربط التناسبية باستقامية النقط مع أصل المعلم، قراءة وتمثيل أو قراءة تمثيل ميدياني، تعرف ومعالجة وضعيات تناسبية مثل السرعة إلى آخره، التمثيل الميدياني لوضعية تناسبية في معلم، وتحليل الجداول والميديانات للتعرف على الخاصيات والعلاقات. فقرات الدرس، إذن هنالك ثلاث فقرات أساسية: وضعية التناسبية، التمثيل الميدياني لدالة خطية، ثم بعض التطبيقات مثل النسبة المئوية والسرعة المتوسطة. إذن سنبدأ بهذا النشاط التمهيدي رقم واحد. نعتبر الجدولين التاليين. كما تلاحظون، كل جدول من الجدولين فهو يتكون من سطرين، وكل سطر ممثل بكمية معينة. في السطر الأول نجد الكمية X، وفي السطر الثاني نجد الكمية Y. نفس الشيء بالنسبة للجدول الثاني. بالنسبة للأسئلة، السؤال الأول: حدد الجدول الذي يمثل وضعية تناسبية. علل جوابك. السؤال الثاني: مثل معطيات كل جدول ميدانيا، ماذا تلاحظ؟ السؤال الثالث: إذا علمت أن قيمة X في الجدول الأول هي 125، فحدد قيمة Y. يمكنكم أعزائي قبل البداية في الإجابة على هذا النشاط، يمكنكم دائما توقيف هذا الشريط إلى حين أن تقوموا بالإجابة على النشاط، ثم بعد ذلك يمكنكم استكمال بقية الشريط. إذن قبل الإجابة على هذا النشاط، تعلمون أنه دائما من أجل التحقق من أن الجدول يمثل علاقة تناسبية، كنا نقسم أعداد السطر الأول على أعداد السطر الثاني، أو العكس، أعداد السطر التالي على أعداد السطر الأول، شريطة أن نحصل على نفس العدد في كل مرة. إذن بالنسبة للجواب، السؤال الأول: بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول في كل جدول نجد ما يلي. إذن بالنسبة للجدول الأول، 12 على 4، قمنا بقسمة 12 على 4 هنا، يعني قسمة السطر الثاني على أعداد السطر الأول، 9 على 3، 6 على 2، 3 على 1. كنا دائما نحصل على نفس القيمة وهي 3. بالنسبة للجدول الثاني، قمنا بقسمة 4 على 1، 6 على 2، 12 على 3، ثم 10 على 4، لكن كنا نحصل دائما على نتائج مختلفة. إذا من هنا سنستنتج أن الجدول الأول هو الجدول الذي يمثل وضعية تناسبية، والعدد 3 الذي كنا نحصل عليه في كل مرة هو معامل التناسب. ومن خلال النتائج يتضح أن الجدول الأول يمثل علاقة تناسبية بين الكميتين X و Y. السؤال الثاني المتعلق بالتمثيل الميدياني. الجدول الأول، سنقوم بتمثيل معطيات هذا الجدول على المعلم، والمعلم كما تعلمون يتكون من محورين: محور للأفاصيل ومحور للأراتيب. وضعنا على محور الأفاصيل قيم الكمية X، وعلى محور الأراتيب وضعنا قيم الكمية Y. بالنسبة للنقطة الأولى، ذات الإحداثيات 1 3، إذا أخذنا الأفصول 1 والأرتوب 3. إذا هي هذه النقطة الأولى، سميناها النقطة A 1 3. النقطة B ذات الإحداثيات 2 6، إذا أفصولها 2 أرتوبها 6. بالنسبة للنقطة C ذات الإحداثيات 3 9، إذا هي هذه النقطة C. بالنسبة للنقطة الأخيرة D ذات الإحداثيات 4 12، أي أفصلها هو 4 وأرتبها هو 12. على ماذا حصلنا أعزائي؟ تلاحظون الحصيلة هي عبارة عن نقط مستقيمة مع أصل المعلم. ماذا عن الجدول الآخر الذي لا يمثل وضعية تناسبية؟ إذن قمنا بتمثيل هذه النقاط: 1 4 2 6 3 12 4 10 إلى آخره. إذا النقطة الأولى A ذات الإحداثيات 1 4، النقطة الثانية 2 6، النقطة الثالثة C ذات الإحداثيات 3 12، والنقطة الأخيرة ذات الإحداثيات 4 10. إذا حصلنا هنا على منحنى، لكن هل هذا المنحنى يمثل نقط مستقيمة مع أصل المعلم؟ طبيعة الحال الجواب هو
لا. إذن رأينا سابقا الفرق الجبري بين العلاقة التناسبية والعلاقة الغير تناسبية بقسمة أعداد السطر الأول على أعداد السطر الثاني أو العكس، كنا نجد دائما قيمة ثابتة بالنسبة للجدول الذي يمثل علاقة تناسبية. لكن الآن الفرق ميبيانيا، فالفرق الميبيانية يتضح من خلال الاستقامية. فالعلاقة التناسبية تمثل في الميبيان أو في المعلم بنقط مستقيمية مع أصل المعلم عكس العلاقة الغير تناسبية. بالنسبة للسؤال الأخير أعزائي، إذا السؤال رقم 3، إذا علمت أن قيمة X في الجدول الأول هي 125 فحدد قيمة Y. بالنسبة للجدول الذي كان لدينا، كان معامل التناسب هو 3، أي للمرور من السطر الأول أي من الكمية X إلى السطر الثاني الذي يمثل الكمية Y، كنا نضرب في العدد 3. نفس الشيء بالنسبة لهذا السؤال، أي للحصول على قيمة Y يكفي ضرب قيمة X في معامل التناسب 3. إذا سنرى الجواب الآن. بما أن معامل التناسب بين الكميتين X و Y هو 3، فإن Y تساوي 3 X، وبتعويض قيمة X في هذه المتساوية بالعدد 125 سنحصل على Y تساوي 3 في 125 أي 375. بالنسبة للخاصية، في معلم متعامد التمثيل الميبياني لوضعية تناسبية معاملها A هو المستقيم المار من أصل المعلم والنقطة M ذات الإحداثيات 1 A، حيث A بطبيعة الحال هنا هو معامل التناسب. بالنسبة للمثال، لنحدد من بين التمثيلات التالية تلك التي تمثل وضعية تناسبية. إذن بالنسبة للوضعية الأولى، كما تلاحظون هناك معلم ونقط تشكل منحنى، لكن بطبيعة الحال النقط هي نقط غير مستقيمية. بالنسبة للوضعية الثانية، نلاحظ بأن النقط مستقيمية مع أصل المعلم. الوضعية الثالثة، نقط مستقيمية لكنها غير مستقيمية مع أصل المعلم. إذن يمكنكم دائما توقيف هذا الشريط والإجابة أو التفكير في حل هذا المثال. إذا بالنسبة للإجابة، التمثيل الميبياني الموافق لوضعية تناسبية هو التمثيل الميبياني الثاني، لأنه عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا بالنسبة للوضعية الأولى كانت النقط غير مستقيمية، وبالتالي هنا لا توجد أي وضعية تناسبية. هنا كانت النقط مستقيمية بالنسبة للوضعية 3، لكن الإشكال أنها لم تكن مستقيمة مع أصل المعلم، وأصل المعلم كما تعلمون هو نقطة تلاقي المحورين، محور الأفاصيل ومحور الأراتيب. بالنسبة للوضعية الثانية كانت النقط مستقيمة مع أصل المعلم، وبالتالي الوضعية الثانية هي الوضعية التي تمثل وضعية تناسبية. تمرين، في محل لبيع الحلويات يعتمد صاحب المحل على ميزان إلكتروني لتحديد ثمن الحلوى بدون عناء، إذ يكفيه أن يضع الوزن الذي يريده ويشاهد الثمن مباشرة على شاشة الميزان. إذا علمت أن صاحب هذا المحل يبيع الحلوى بثمن 25 درهما للكيلوغرام الواحد، فأتمم الجدول التالي. إذا الجدول كما تلاحظون يحتوي على سطرين، السطر الأول مخصص للوزن والسطر الثاني مخصص للثمن بالدرهم. السؤال الثاني، مثل معطيات الجدول أعلاه في معلم متعامد. إذا سأدعكم للتفكير في هذا التمرين. بالنسبة للتصحيح، نعلم أن معامل التناسب هو 25، وذلك لأن وزن الكيلوغرام الواحد من الحلوى كان يساوي 25 درهما. بالنسبة كيلوغرامين من الحلوى، كم سيكون الثمن؟ إذا بطبيعة الحال سنضرب 2 في 25، النتيجة هي 50. هنا العكس، للحصول على الوزن انطلاقا من الثمن سنقسم 125 على معامل تناسب 25. إذا 125 مقسومة على 25 هي كم؟ هي 5. هنا كذلك 150 على 25 هي 6. وبالنسبة للعدد 7 سنقوم بالضرب في 25، إذا هنا العكس، سنضرب 7 في 25 والنتيجة هي 175.
بالنسبة للتمثيل المبياني، إذا أظنكم الآن تتوقعون كيف سيكون هذا التمثيل المبياني، خصوصا وأن هذا الجدول يمثل علاقة تناسبية. إذا التمثيل المبياني سيكون عبارة عن نقط مستقيمة مع أصل المعلم. إذا بالنسبة للنقطة A التي أخذنا ذات الإحداثية 52، إذا هذا هو موقعها ذات الأفصول 2 والأرتب 50. كذلك بالنسبة للنقطة B 525، هذه هي الإحداثيات. بالنسبة للنقطة C 650، وبالنسبة للنقطة D 775. إذا حصلنا على نقط مستقيمة مع أصل المعلم. إذا في الجدول السابق كان لدينا معامل التناسب هو 25 للمرور من السطر الأول إلى السطر الثاني. يمكننا القول هنا أن العلاقة التي تربط كل عدد x بالعدد 25 x تسمى دالة خطية معاملها 25، ونكتب f العلاقة التي تربط كل عدد x بالعدد 25 x، والعدد 25 x يسمى صورة العدد x بالدالة الخطية f، ونكتب f لx تساوي 25 x.